ويبقى انساه وبيهم لو يشرب نهرين يشرب نهرين يضل عطشان بيهم يروى بقطرة ماء بقطرة ماء ويبقى انسان بيهم لو يشرب نهرين يشرب نهرين يضل عطشان وبيهم آه شعدهم واس عدهم واس ويا الآه بيهم نار دموع تحرق دموع تحرق وما يقول آه بيهم آه شعدهم واس عدهم واس ويا الآه بيهم نار دموع تحرق دموع تحرق وما يقول آه الناس أشكال الناس أشكال الناس أشكال الناس أشكال بيهم ناس الحب خلاه الحب خلاه شمع الذوق تغني بسكتة وتصبر سكتة تصبر سكتة عالمحبوب بيهم ناس الحب خلاه الحب خلاه شمع الذوق الذوق تغني بسكتة وتصبر سكتة تصبر سكتة عالمحبوب وناس تدور جناح وطاير جناح وطاير ويا الريح حاير فوق مدري علي مدري علي مدري طيب وناس تدور جناح وطاير جناح وطاير ويا الريح حاير فوق مدري علي مدري علي مدري طيب الناس اشكال الناس اشكال الناس اشكال الناس اشكال اشكال الناس اشكال الناس اشكال الناس اشكال الناس اشكال الناس اشكال الناس اشكال مساء الخير. مساء الخير. وين كنت ليه هسه أنيس؟ ليش أحد دور علي؟ أمي سألتك؟ لا تخاف، لا حد دور عليك ولا أمك سألت. بس وين كنت ليه هسه؟ يم ولد صديق وما أدري شلون الواحد ما يحس بالوقت. لازم دا تلتهون بشي ينسيكم حتى وقتكم وأكيد حتى دراستكم هم ناسيها مو؟ أنا أروح زين بس بعد أسويها وتتأخر هالقد خليت بكل البيت بخور نسيت اخلي هنا امي الله يرحمها كانت تقول بخور يطرد الشر ويجيب الخير
أمي جانت الخير والبركة ببيتنا. يا رب لك تجي بالحلم اليوم يجي وشوف أمي بالحلم. قاعده دا انتظر انور. قلت له اريد احكي وياك، قال انتظريني هسه انزل. زمان طفى الضوء، يمكن نام، اخاف نسي. يا منتهى أملي نجني مما أخاف غدا، أنا عبد غرني أملي وكأن الموت قد وردا، وخطيئاتي التي سلفت لست أحصي بعضها عددا، فلي الويل الطويل غدا، ليت عمري قبلها نفدا. أنور طلقني، طلقني أرجوك. ثريا، منو انت؟ سبحان الله، صوت غريب هالبيت. تعالي بنتي تعالي. كلانا يسأل وكلنا غدا نسأل. فوتي بنتي لا تخافي، تفضلي. انت منو؟ خطار؟ انت منو؟ البيت ما بي غير اني وثريا وصفا. واني ما حد قال لك اني اسكن هنا؟ هذه الغرفه على طول مقفوله، عبالي فاره. بعدين اني ما صورتك انت تسكن هنا. انت منو؟ اني ابو اياد، زوجة المرحوم وصير خالد ثريا. اسكن بالحقيقة باكثر من مكان. بالليل اجي لهنا واطلع ويا صلاة الصبح، اروح للجامع وبعدين ازور اللي اشتاق لهم من ولدي لو بات عنده، لو اجي لهنا. عرفتيني؟ هسه عارفيني بنفسك. اني
وداد زوجة صفاء. صفاء ها؟ تفضلي. أنا كنت على طول أسمع هيجي حس رجلين، بس ما صورتك أنت لأن ما حد ما جاب اسمك قدامي. إيه كنت أسمع حس، كنت كلش أخاف يعني. حتى صفاء أردى قاعدة، بس كان صفاء كان ما يدير بال. صفاء شلون صفاء؟ صفاء على طول مريض. لا إله إلا الله، سبحان المبتلي، الله يعافيه. الله يسمع من حالك. دعوتك متضجرة. يا عمي لانه اني ما متعلمة داري مرضى، بعدين ما كان احد من اهلي مريض. من علم بعيب شيء واخذه على عيبه اقام على نفسه الحجة اذا اشتكى. ما افهم قصدي. علمك مر الصفاء قبل الزواج لو بعده؟ بعد الزواج طبعا. ما حد قال ليش؟ حتى ثريا؟ والله يا عمي لا حد قال لي ولا احد اخذ رايي، مجرد ثريا فاتحت اخويا موضوع الزواج، اخويا وافق زوجني. راح تطحن واللي يوقع بيها يحاول يجر اي واحد حتى هو يخلص. راح تطحن بصمت وما يبين ألمها إلا بمرور الأيام. وداد ثريا ظالمة. بالعكس عمي، لا ثريا مظلومة. نعم وظالمة. الظلم من شيم النفوس. عمي ماذا أفهم شلون؟ اللهم عصمنا من زلات اللسان. عمي أرجوك فهمني، أرجوك. أنت تعرف شيء وتريد تقول. عمي الله يخليك ساعدني، ساعدني لأنه أنا ما عندي أحد. الله أقرب. ما حد يسمعني، ما حد يسمعني. زين عمي أنت اسمعني. الله أقرب. ليش تغيبين هيجي غيبات؟ تخلين قلبي يصير مثل النار عليك، ليش؟ والله ما ادري، مرات انسى ومرات ارتي ومرات اكون ضايجة وحزينة واريد اجي، بس اخاف اضايقك. افايق منك؟ معقولة؟ حقك يما حقك. ما تعرفين قلب الام شي يصير على ولدها؟ ما تعرفين.
تحبهم وتخاف عليهم مثل ما هم صغار، لو بيدها ما تفارقهم ولا يوم واحد. بس هذا الشيء هم ما يصير، لازم تفارقهم، لأن من يكبرون كل واحد تصير لحياته بيته. زين يما، إذا فارقتهم ورجعوا هم تبقى تعزهم مثل الأول وترجع أيامهم مثل قبل؟ قلب الأم ما يتغير يما، وبيتها هذا يبقى بيت ولدها لوش قد ما تفارقهم. ذكرتيني بأيام المدرسة. يا عيني يا بلقيس، شلون من كان يصير وقت جيتي من المدرسة توقفي لي بالباب وتتلقيني؟ على وا ترجع ذيك الأيام مثل الأول؟ على وا ممكن يرجع شي منها؟ ما كنت ادري رجل خالتي الساكن هنا ابو اياد صار له 15 سنة ساكن هنا. ماتت خالتي الله يرحمها. ايش عجب؟ لين يملك نص البيت. ابويا تنازل له عن نص البيت لان ما قدر يسدد لي الفلوس اللي كان تدرين. عبالي هذه الغرفة فارغة لين على طول مقفولة. مقفولة؟ من يقول ليش مقفولة؟ انتي لا فاتحتها لا داخلة بيها. تدرين كنت طول النهار بيها، كنت دائما اقرب الكتب. خاله هاي شقد عندك كتب؟ هذه كلها قصص؟ كتب دينية وتاريخ وفلسفة وشعر وأدب وقصص، مجموعة لا بأس بيها، كلها قريتها، كلها صارت هنا. انت من كنت صغيرة مو؟ هذا صفاء خالة وهاي منو؟ هذه خالتي الله يرحمها. تدرين تشبه صفاء؟ هذا أبويا، هو ما كان يحبني. معقولة؟ إيه معقولة. خالة ماكو أبي يكره بنته. يا ريت. أكيد. أبويا الله يرحمه كان يقول ماكو أعز من الظن. يلا فقية أمر بهن كبر. خلصت شبيك مستعجلة؟ ساعة العشرة والمحاكم تبقى بعد الظهر. مو أنور وراء أشغال ما يقدر يتأخر. إذا أنور بيوم مثل هذا ما يقدر يتأخر.
شلون راح يتاخر بالايام العاديه؟ شنو قصدك؟ قصدي لازم تتعودين على استعجال الامر حتى لا تتهمي بالاهمال وتمارسين معاه غيره غير مشروعه. يلا شلون هالعروس الحلوه؟ خاله بلقيس يا اهلا، شنو هالغيبه؟ فعلا فعلا صار لي مده ما جايتكم. تدرين خاله بلقيس انا وخالته ثريا على طولنا ذكرج. اشكركم. وين ثريا؟ ثريا راحت للسوق هسه تجي. تفضلي. لا مو مالي قاعده، طلعت من الصبح حتى الري وقلت ريك تعد امي. ها شنو؟ قبل تبقين واقفه؟ تفضلي يا خال تفضلي. مو اخاف الا هيك وانت مشغوله. لا هيجي دا صفط الهدوم، مو صفاء لما يطلع يخبص كل الغراض. الله هدومك كلش حلوة. هدومي؟ يا خالة قابل مثل هدومك؟ أظن أن في نوفل تلبسيس وكل هدومي وحتى الكنتور. على وعلى هاي هدومك وهذا الكنتور وارجع بكبر. ليش تتمنين هيجي؟ شو انتي ما شاء الله عايشه مثل الاميرات. تدرين خاله اني شايفه مثلش بس بالافلام. بعدين زوجك ما بيشي مو مثل صفاء. خاله بلقيس شنو رأيك روح أنا وياك للدكتور على مود نودي صفاء؟ إن شاء الله. غريبة غريبة، هيج كارثة تصير وأني آخر من يحلم؟ اليوم أروح للمحكمة وألقى هالشي قدامي؟ غريبة، يعني لو مأجلة روحتي يوم كان الأمور مرة دون علمي تماما، كان فقدت لقب شارلوك هولمز. نجاة أخاف اشتبهتي، أخاف. غريبة، أنا نجاة أقتنع بالاشتباه والظن. اليوم رحت للمحكمة الشرعية حتى أتأكد من مسألة خطيرة صار فيها اشتباه. طبعا خديجة أنت ما سألتيني شنو المسألة، لكن رغم هذا راح أقول لك. اسمعيني، صديقتي اللي انا وياها متلازمات ومشكلات كروب طلعت مو من مستواي. الصوره خديجه صديقتي هدى شاكر طلع اسمها هديه شختور. شختور خديجه شختور الصوري. واللي كشف لي هالحقيقه اقاربه من بعيد يشتغل بالمحكمه الشرعيه، ونفسه هو اللي تابع اوراق زواج الاستاذ انور من انعام عبد العزيز. اوف، لكن مع الاسف ما قدر يحصل نسخه من عقد الزواج. مسكينه بلقيس مسكينه، هذا الحمل الوديع ينطعن بسجين الخيانه. خديجة اليوم يوم خاص بالنسبة إلي، اكتشفت بي مسألتين، شختور وزواج الأستاذ أنور. حبيبتي بلقيس خليها تخابرني من تجي حتى نعرف شلون نقدر شو نسوي. زين، باي باي. مع السلامة. عم هايتي هنا؟ سمعت حسها، فضلت اخش من باب المطبخ. شتريدها ما تشوفني، وما شتريدها تعرف راح تخلق لي ضجه.
أنا هم مثلك مستغربة من هالهدوء اللي هبط على نفسي. بالوقت اللي كنت أتصور هاللحظة راح تخلي عاصفة تثور بداخلي. غريبة مشاعر الإنسان، اشقد يقلقها الشك والتردد حتى لو كان بصالحها، واشقد يكسبها اليقين ثبات واستقرار حتى لو كان ضد صالحها أحيانا. تدري خديجة هسه منو أكثر واحد قلقا؟ أنور. بابا مش وقت سويت الشاي وصحت عليك من جوا ولا جاوبتيني؟ صدقيني ما سمعتك. طبعا شلون تسمعيني وحس الماكينة هذه يدوب راسك؟ خالك إيمو صار لك 3 ساعات على هالقعدة، ما يصير، منو راكض وراك؟ ودال بنتي الشغل ينسيني، ينسيني كل شيء، ما يخليني أفكر بأي شيء. خالة، أنتي دائما حزينة، ليش؟ سؤالك ما له جواب. أني هم ما أدري. الواحد من يعيش هواية يلقى أسئلة ما لها أجوبة، وأجوبة الأسئلة ما حسهلها. بس تدرين لازم واحد يلقي أجوبة للأسئلة. خديجة. بلي عمي. أنا رايحة أتمدد بغرفتي، إذا أي أحد خابر لا تنتظريني أشيله، أنت شيلي من يمك. وإذا نجات لو وحدة من الجماعة اعتذري لهم بأي عذر. تؤمرين عم. ماما. أبويا وينه؟ بالحمام. ماما محتاج كم فلس؟ أريد أشتري فد شيء. أنت ما تقولي وين تودي الفلوس؟ أشو مني تاخذ؟ من أبوك تاخذ؟ تعال هاك. هاك وبعد ماكو فلوس منا الا بعد 3 ايام. تفضل. نص دينار هذا شي يكفي. لازم اشوف جاره. بقية انت ليش مو فرحانة بزواجي؟ انتي فرحانة بزواجي لولا؟ المشاعري لا تسألي، أنا بوضع نفسي ما يسمح لي أجاوب على أي سؤال. ليش؟ شوقي لولدي غطى على كل شيء، اليوم اشتاقيت لهم بشكل عجيب. كلمة عنيفة هي الوحيدة اللي توصل وصفي. بس رقية ليش اليوم بالذات؟ بحسس تجيء وتذهب لا عنصر. بديت أشعر بأني أحتاج إلى رعاية وحنان. إنسان يبدأ حياته يحتاج إلى رعاية وحنان، ينتهي حياته وهو يحتاج إلى رعاية وحنان. لا
اليوم اروح لبنتي امر عليها اطلب منها تجي تسكن وياي هي وزوجها. ايها مخوش فكره. بيقعدك انور البيت قريب منا ما اعرف عنده بيت قريب هنا؟ ما ادري وما يهمني. زواج رجلها خديجة. بل يا عم هو ايش دي يسوي؟ جايب سجلات وقاعد يراجع حسابات. زين شكرا خديجة. روحي سوي لي قهوة وانا هسه بعدين انزل. تؤمرين عم. ليش واقف برا؟ تعال. خالة اخاف مشغولة لو عندك شيء وانا اخاف يعني عطلك. لا كل شيء ما عندي. كنت كلش ضايجة هم زين جيت. ضايجة؟ لويش خالة؟ مو مهم تعرف لويش أنيس. المهم كنت ضايجة. تعال اقعد خلي نسولف. تعال. لا خالة مو مال قاعدة. انا اريد اطلع وطلع مهمة ولازم اطلع يعني. ورايح بهالليل يا ابني. خالة ما يهمني بعد وقت. خالة يعني اذا اطلب منك شيء يعني شي ارجعه بعدين تنطيني؟ شو تريد؟ قول. فلوس خالة. اريد فلوس وما اريد احد يعرف. دين طبعا. بس يعني كل اللي اطلبه أنت تعطيني حبك قد ما أنا أعطيك حبي. خالة يعني لا تسأليني شو أسوي بيهن أرجوك. زين أنيس بسيطة ماما بسيطة. وعد بالليل من أرجع منا اصيح لك ماما مثل ما ردتي. صح لي ماما. هاني حتى انت وهالعمر تعلمت مساومة المشاعر. مع الاسف. خلاص اني ما كان قصدي. تراني قلت الحكايه على نيتي.
شوف أنس، إذا لزمت مجروح من جرحة صح أخ لتلومه. زين ابني راح اجيب لك الفلوس واجي. بلقيس ليش واقف؟ تعالي قولي. لا انتظر خديجه تجيب لي القهوه. يعني اذا جيت قعدتي ما راح اجيب لك القهوه؟ اليوم وين كنتي بنار؟ رحت يم اهلي. ليش؟ هيك ماكو شيء، بس نجات ماره وما لقيتش. نجات؟ خديجه قالت لك؟ لا هي جت بنفسها للمحمل قبل الظهر. ايش عجب؟ لازم اكو شيء مهم خلاها تجي حتى ترضي فضولها. لا ماكو شيء مهم، بس يعني تقول ظل بالها يمك، صار فترة طويلة ما تشوفك. وبس؟ ليش تتوقعين شيء اخر؟ كان الغسل يؤذيك بالليل، ليش ما تغسل بالنهار بعد ما ترجع من الدوام؟ هنا الدنيا هواية باردة، مو مثل ولاية أهلي. هناك الدنيا أحلى وأدفى. ألو، مساء النور. لحظة رجاءً أستاذ أنور، ستنعام على التليفون. بلقيس وين؟ بالمطبخ. طيب أنا راح أتكلم من التليفون ثاني، وأنت بعدين سدي لي التليفون. ألو ستنعام، أستاذ أنور راح يحكي وياك من التليفون الثاني. مع السلامة. طيب انت شوفي لي البيت اللي دا رممه وطلعوا من النزل، وانطيني رايك يا نعومة. اوه انوار، قلت لك البيت الوحيد اللي احبه هو البيت اللي التقينا بيه اول مره. زين خليها تاخذ غراضها وتروح بذاك البيت. هاي شبيك انوار؟ اشو ساكت؟ انوار هذا اول طلب بسيط الي، يعني معقوله ترفضه؟ بسيطة، أنا علي أدبر الموضوع. أريد حسم أنور، لغة التردد هذه ما أحبها. أنور، أنا لحد الآن ما طلبت منك هدية الزواج، أريد هذا البيت هدية زواجنا. أعتبري هدية الزواج هم صارت بالجيب. يمكن هسه هو دا يعاملك باحترام، لكن باكر عقبه خلي دفعه بظهرك ويقول لك برا للشارع، يقول لك برا للشارع، ويقول لك برا للشارع، ويقول لك برا للشارع.
زين سويتي، ريحة البخور قامت تعجبني. عمي تدري شلت بتأكده، إذا أنا راح أشعل بخور أنت راح تجي. يا ليت ما نهواه يأتي بالبخور. تدري عمي أني كنت ضايجة ومحتصرة، ما أدري شبي حبالك مسجونة. أعوذ بالله، بيس الشعور، أنا به أدرى. منو؟ أيام السجن ما تنسي، أنا جربت السجن. أنت؟ أي، صارت حادثة وضربت واحد وأنا، أنا من فعل. وداد المهم ذكرتيني بحادثة دارت داخل السجن. كان ويانا سجين يراقب خفاش ليل معشعش بزوية. الخفاش ويل المغرب كان يطير ويطلع من الشباك ويحلق بالفضاء للحرية ويرجع ويا الفجر. هذا السجين بدأ يحقد على هذا الحيوان المسكين ويحسد على حريته، وفي يوم من الأيام لزمه وكسر جناحه وخلاه يزحف وحرمه من الحرية اللي هو كان محروم منها. وداد، أول مرة شفتك ذكرت هاي القصة. هذا بشكل غريب، حتى هاني ما اقدر اقول هالشي. يعني يجوز بعدين يبين عليه؟ يجوز، يجوز بعد صوابها حار وما تحس بشي. بس منيرة احنا لازم نكون وياها طبيعيين وهادئين وما نحاول نحسسها باي شي. فعلا بلكي تجتاز الأزمة بنفس الهدوء والبرود. سكينة بلقيس. لا منيرة لا، هذه أول كلمة ما لازم تقوليها. بلقيس ما لازم تيأس. يلا بلقيس امشي ناكل. ليش؟ لأن الموضوع اللي دا أفكر به ما يخليني أفكر بالأكل. موضوع إيش؟ موضوع طويل بدينا به من فترة وأنت قطعت لما إجت اللحظة اللي كان لازم بها أقول رأيي. قلي روحي، قلب الأمور على أوجهها، شوفي شلون راح يصير الحاضر، شلون راح يصير المستقبل. يلا تقولي رأيك. وهسه شو فكرش بالموضوع؟ أنا ما نسيت حتى أفكر بي. بس هسه تكون عندي رأي ثابت ولازم تسمعه. أنور خليك. طلقني.
الناس اشكال الناس اشكال الناس اشكال الناس اشكال بيهم يروى قطره ماء قطره ماء ويبقى انسان بيهم لو يشرب نهرين يشرب نهرين يضل عطشان بيهم يروى قطرة ماء قطرة ماء ويبقى انسان بيهم لو يشرب نهرين يشرب نهرين يضل عطشان بيهم آه